مرحبا، حلقتنا اليوم لكل المهتمين بالأمراض العظمية والبداية بعد لحظات. أولى دراساتنا الطبية بحلقة اليوم عن بحث علمي أمريكي أكد أن الحصول على قدر قليل من النوم بسبب تطور مرض هشاشة العظام، فالأشخاص اللي ناموا لمدة 5 ساعات أو أقل انخفض عندهم مستوى الكثافة العظمية مقارنة بالأشخاص اللي ناموا 7 ساعات بالليل الوحدة. فشو هي أبرز الأمراض اللي ممكن تسببها قلة النوم؟ خلينا نتابع. هل لاحظت يوماً أثاراً جانبية عندما لا يكون نومك جيداً؟ هل تعلم أن هناك أمراضاً أكثر خطورة يمكن أن تتطور أو تزداد سوءاً مع استمرار الحرمان من النوم؟ توجد أثار جانبية مشتركة في جسم الإنسان في حال عدم الحصول على قدر كاف من ساعات النوم كل ليلة، مثل الشعور بالضعف، آلام في العضلات، وعدم القدرة على التفكير أو التركيز في العمل أو الدراسة. هل تعلم أن هناك أمراضاً أكثر خطورة يمكن أن تتطور وتزداد مع استمرار الحرمان من النوم؟ أولها مرض الزهايمر، حيث ربط الباحثون عادات النوم السيئة بهذا المرض وتطوره. أيضاً سرطان البروستاتا، أشار الباحثون إلى أن العلاقة بين السرطان والحرمان من النوم الكافي تعود إلى مستويات الميلاتونين المنخفضة في جسم الإنسان، وهو مادة كيميائية هامة تفيد في قمع نمو الورم. ثالث الأمراض هي السمنة. أثبتت العديد من الدراسات أنه خلال النوم يفرز الجسم الهرمونات التي تساعد في السيطرة على الشهية وتنشيط عملية التمثيل الغذائي ومعالجة الجلوكوز، وعدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤدي إلى فقدان توازن هذه الأجزاء مع أخرى من كيمياء الجسم، وبالتالي يمكن أن يؤدي نقص النوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام حتى لو كنت أكلت بما فيه الكفاية. أيضاً هناك أدلة متزايدة تؤكد على وجود علاقة بين اضطرابات النوم وأمراض القلب، قد يصل الأمر إلى توقف عملية التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي يمكن أن تظهر مع مرور الوقت. ويعاني مرضى انقطاع النفس من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم في كل مرة يستيقظون فيها، والتي تؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع مزمن في ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. البداية اليوم حتكون مع الدكتور أسامة مصطفى الترك، الاختصاصي بجراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري. أهلا وسهلا فيك دكتور أسامة. أهلا وسهلا. شرفنا بدوس دكتور. أوجاع الظهر وألام العمود الفقري كثيرة، يعني بتختلف بمنشأها وأسبابها، بس تلاقي كل العالم عم تشكي من منطقة معينة عم تجعها بظهرها. خلينا نحكي شوي شو هي ألام العمود الفقري. ألام العمود الفقري هو هالشعور الغير مريح اللي بيلازم الفقرات من الرقبة لأسفل العمود الفقري بسبب أو بغير سبب أحياناً. تمام. بيجي المريض بيشتكي من هالشيء هذا، أو ما هو بيكون مريض أحياناً ما بيراجع العيادة يعني. كثير من الناس نتيجة الأعمال المهنية الصعبة أو حتى السهلة المكتبية عم يحدث ألم أسفل الظهر خاصة، أو ألم العمود الرقبي بالدرجة الثانية، أو ألم بالمنتصف الظهر. طب شو الأسباب؟ يعني شو الشغلات الغلط اللي ممكن يكونوا عم يعملوها، أو حتى في أسباب عضوية يعني موضعية ممكن يكون عم يصير عم يعاني منها هذا المريض وما أنه عارفان أنه عنده مشكلة صحية بالعمود الفقري؟ هلا هو المريض بيقول عم يجعني ظهري. بالحقيقة بيكون مو شرط أنه يكون هو نحن الفقرات. نحن دائما بيترافق بذهن المشاهدين أو حتى كثير من الأطباء انه الم بالظهر معناتها الم بالعمود الفقري. الحقيقه عكس هالشيء هذا تماما. غالبا بيكون سببه مو هو العمود الفقري، ممكن يكون سببه من الاحشاء الداخليه، ممكن يكون سببه من الرحم، ممكن يكون سببه من الكلى، ممكن يكون سببه من البنكرياس. الحقيقه التطور الحالي وشرح واضح للطبيب وتفهم الطبيب للقصة السريرية والفحص السريري هو بيخلي الطبيب يشخص هالحالة هي إذا استدعى قدومه للعيادة. تمام. شو بتعتمدوا لتشخصوا إذا في عنا ألم ظهر وجاي المريض فيه على العيادة؟
القصة السريرية ممكن دائما تلجأوا للتصوير شعاعي ولا مو بكل الحالات؟ طبعا الدكتور هو اسمه حكيم اولا واخيرا طبعا، فمن الحكمة انه نحن ندرس القصة السريرية، نحاول نسأل المريض بعض الأسئلة بالفحص السريري بخلينا نتوجه انه هو الحالة عظمية ولا هي عصبية ولا نحن بحاجة لإجراءات تشخيصية معينة لحتى نحدد هالشي لحتى يكون التشخيص دقيق وبالتالي العلاج يكون أدق. تفرق الآلام إذا كانت من منشأ عصبي أو من منشأ عظمي دكتور؟ يعني شو بتتظاهر؟ يعني كيف تختلف الأعراض عند المريض اللي عم يشكي من وجع ظهره؟ هلا الآلام العصبية غالبا بتكون آلام منتشرة. الآلام العصبية هي العصب هو مثل الأسلاك الكهربائية. تمام. فنحن في عنا العمود الفقري بيطلع منه الأعصاب اللي هي ناشئة من النخاع الشوكي، بتنتشر وبتتوزع لحتى تعطي أوامر الدماغ للعضلات لحتى تحرك العضلات ولحتى تستقبل الإحساسات من الجلد والأعضاء المحيطية. تمام. فلما نحن بيكون عندنا مشكلة بالظهر وعم ينضغط العصب، ما بعرف إذا كان بتحبي نشرح المجسم، الحقيقة بيكون العمود الفقري طالع منه الأعصاب، الأعصاب رايحة على إذا كان بالعمود الفقري الرقبي بيكون طالع الأعصاب للطرفين العلويين، إذا كان بالقطني يعني أسفل الظهر بتكون نازلة للطرفين السفليين. تمام. فإذا كان انضغط العصب، إذا في مشكلة بالظهر وانضغط العصب بيعطي أعراض للطرف السفلي أو العلوي، هون بيكون سبب عصبي. تمام. أما إذا المشكلة بس بالفقرة فبيكون ألم موضع، أو بالعضلة بيكون ألم موضع. لذلك وقت يكون ألم موضع غالبا ما نلجأ لوسائل تشخيصية بسيطة مثل صورة شعاعية، تحليل دم. وقت اللي بتكون في أعراض جذرية عصبية منتشرة للأطراف العلوية أو السفلية نلجأ للرنين إذا ما تراجعت الأعراض وتحسن المريض بالعلاج المحافظ أو بالنصائح والتعليمات والأدوية. ممكن تحول المريض لدكتور عصبية دكتور إذا موضوع كان عصبي بحت ولا لا حضرتكم قادرين أنه تعالجوا الموضوع؟ الحقيقة ألم أسفل الظهر أو الآلام العمود الفقري بشكل عام هي شكاية متقاطعة بين الاختصاصات الطبية المختلفة، بين الاختصاص العصبي والعظمي والبولية والنسائية والهضمية حتى. شكاية المريض وثقافته هي بتخلي أحياناً يتوجه لطبيب معين، طبيب الأسرة بيلعب دور بهالشي، استشارته ل بيقولوا حدا كبير اذا كان شاب يسال والده جده بيعطيه خبره. واحيانا بيروح لعند طبيب معين ممكن يكون مو من اختصاصه، ولكن بالاخير هو اي طبيب اختصاصي هو طبيب عام بالنسبه للاختصاصات الثانيه. مظبوط. فنحن نستعمل الحكمه مع المريض، نحن بنوصل المريض للتشخيص المناسب، بعدين اذا كان مو من اختصاصنا بنوجهه للاختصاص الاخر. فأحيانا بيكون الحالة عظمية، بيكون المريض رايح لعند طبيب عصبية، بيلاقي طبيب العصبية إنه في مشكلة بهشاشة العظام، في انخساف فقرة، فبيحوله لطبيب عظمية أو بالعكس. تماما. طيب دكتور شو هي الأغلاط اللي ممكن أي حدا يكون بالبيت عم يعملها، سواء كان بالوقفة بالقعدة، بطريقة حمله للأشياء من على الأرض؟ هاي الحركات بتأذي العمود الفقري وبتسبب آلام وممكن تسبب إصابات حتى على المدى الطويل، شو هي هاي الحركات اللي فينا نوعي أكثر خاصة سيدات المنزل؟ يعني بالبيوت كثير ممكن يعملوا حركات إنه عم ينطفوا أو عم يشتغلوا بالبيت يؤذوا فيها عمودهم الفقري. أوكي. هلا الحقيقة عمودنا الفقري هو يعني هو مثل بيقولوا السلسله من الفقرات. هلا هالسلسله من الفقرات حامله بعضها البعض، الاكثر فقره اخذ جهد اخذ تقل البنايه كلها هي الفقره القطنيه الخامسه. تمام. الحقيقه الفقره القطنيه الخامسه والرابعه هي اللي بصير فيها اكثر شيء انزلاقات وديسكات وتبارزات، وهي بتعطي اعراض وهي اللي بتتعرض لاكثر شيء من العمليات الجراحيه لاستئصال التبارزات والانضغاطات العصبيه. فنحن خلينا نقول بلشنا بالشرح من عملية جراحية، طيب نحن لازم نكون وقائيين لحتى نحن ما نصل لعمل جراحي، لا ما نصل لألم الظهر. تمام. فنحن في عنا بعض القواعد الصحية أو الأفكار السريعة اللي ممكن نحن دائما بذهننا، يعني ما يتقيد واحد بده يشتغل، أوكي ست بيت بده توقف بده تجلي بالنهاية ما فيضل قاعدة كمان. بالضبط. فهي ست بيت مطلوب منها تشتغل، ومدير مكتب أو سائق أو عامل بده يشتغل بالأخير، هو وظيفته وفيزيولوجية حياته أنه يشتغل. فنحن بنقدم لهم بعض النصائح. عمودنا الفقري لازم يكون بأي حالة من الحالات، بالعمل، بالتعب، بالجلوس، بحمل أي شيء، لازم يكون مثل الألف جالس. فأنا إذا بدي أنزل جيب غرض، إذا بدي طخي بهالشكل هاد،
في وسائد بين كل فقرة وفقرة اللي هي الديسكات. أنا هون بعرضها إنه تطلع وتنضغط. تمام. فإذا كان طلعت صار بدهم يرجعها، صار بدنا عمل جراحي، فلا نحن من البداية بنكون وقائيين ومننزل. بيطخي مثل ما هو. بالضبط، بيطخي مثل ما هو وبيطلع مثل ما هو. تمام. ما ينحنى، إذا انحنى صار عنا هون ديسك. طبعاً أنا جسمي مصمم إني انحنى، ولكن بنحنى بوزني الخاص وما يكون عندي وزن زايد. أكيد طبعاً. ولكن إذا بدي أحمل تقل، هالحمل التقل خلي يكون في عبء وستريس إضافي وقوة مضافة للعمود الفقري القطعي. تمام. فهي يعني في عنا بعض الوضعيات المثالية للسيدة إذا كانت بدها توقف عفواً على مكتب أو على مطبخ أو على مجلة، إنه ترفع القدم على عتبة أو على كرسي منخفض. هالرفع هاد بيخلي العمود الفقري يكون يعني موزع الأحمال بيرتاح أكثر أثناء النوم. حتى النوم يعني النوم هو فيزيولوجية النوم هو للراحة. أحياناً بينام الواحد هو بيكون كل ما له عم يتعب عمود الفقري. مزبوط، بيقوم موجوع حتى من النوم. بالضبط. فنحن بننصح المريض إذا نايم على ظهره يحط وسادة تحت ركبه لحتى يكون مطوية بهالشكل هذا، لأنه العصب بالأخير العصب الوركي بيرتاح وبالتالي العمود الفقري. أو إذا نايم على جنبه يحط وسادة بين الركبتين ويكون طاويهم بهالشكل هذا. تمام. أوكي دكتور، غالبا السيدات الحوامل حتى خلال فترة الحمل وبعد الحمل بيعانوا من آلام بالظهر، هي الآلام كيف ممكن يتجنبوها وقديش ممكن تدوم بعد زمن نقول بعد الولادة؟ الحقيقة سبب ألم العمود الفقري عند السيدات الحوامل بيرجع لسببين أو حتى لثلاث أسباب. أولها زيادة الوزن الناتج نتيجة الحمل، نتيجة وزن الجنين ونتيجة احتباس السوائل اللي عم يصير. تمام. تاني شيء بسبب زيادة الهرمونات الأستروجين اللي هي عم تقوم بوظيفة لإرخاء العضلات لاستيعاب الجنين، ولكن هي بالأخير عم تعمل ارتخاء بالأربطة اللي عم تمسك بين الفقرات، فعم يصير ألم أسفل الظهر. بالإضافة لانضغاط الجنين بحد ذاته، كل ما كبر حجمه عم يضغط على العمود الفقري مثل ما قلنا. تمام. على الأعصاب الفقرية. يعني غالبا هالأشياء بتروح بعد ما يصير فيه. تمام. نحن بننصحهم بعد فترة بجوز تضل تعاني منه فترة صغيرة بعدين. بالضبط بالضبط، وبيكون عنده استعداد غالبا لهالشيء، بس معظم الحوامل عندهم هالشيء. تمام. أكيد. طب دكتور، كيف بتعالجوا مشاكل آلام العمود الفقري أو آلام أسفل الظهر؟ كيف يتم العلاج والطرق المحافظة؟ إذا بنقول إمتى بنوصل الحل للعلاج الجراحي؟ أول شيء مثل ما حكينا بالوقاية، درهم وقاية خيرا من قطار علاج. طبعا. تاني شيء إذا كان في عنا آلام بسيطة بنعطي هالتعليمات، هاي النصائح إنه اتبعها، هلأ بلش اتبعها. بنعطي مرخيات عضلية لأنه غالبا بيكون في تشنج. المسكنات اللي هي مثل ما بيقولوا الخبز اليومي للصيدليات لألم العمود الفقري أو بشكل عام ألم. الحقيقة بحب هاني أذكر نقطة دائما بقولها، إنه الألم هو نعمة من رب العالمين. مزبوط. لح يحسس هالشخص هاد بألم بمشكلة في منطقة معينة، هالمشعر المعين لحتى يتجاوب معه، لحتى يعرف إنه في شيء مشكلة، في خطر لازم ما يتركه ويتجاهله. بالضبط. حتى نحنا نزيل السبب. فإزالة السبب هو العلاج. فالطبيب بحكمته ممكن إذا كان شخص هالشيء هاد سريريا أو بالقصة يزيل السبب، سواء كان بوضعية معينة أو بسبب معين ما له علاقة المريض فيه. إذا كان ما تجاوب على العلاج المحافظ وعلى التعليمات، هون بنلجأ للوسائل التشخيصية، سواء صور الشعاعية البسيطة أو التحاليل. ممكن إذا كان لقينا في داعي نعمل صورة رنين. احيانا من اول جلسه، من اول زياره المريض بيكون عامل حركه معينه، من اول زياره ما مستنى، ما مخليه يتفاقم الموضوع. تمام. نطلب له صور رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي بيعطينا صوره للعظم وللحم مثل ما بيقولوا، اللحم اللي هو الاعصاب والعضلات والانسجه الرخوه، لحتى نشخص درجه الحاله ونعطيه علاج صحيح. تمام. دكتور سامي، قبل ما نختم فقرتنا معك، اجانا استفسار على صفحتنا على الفيسبوك، مشكله بيعاني منها احد المتابعين، خلينا نشوف السؤال ونرجع لنعرف الجواب من حضرتك، خليكم معنا. دكتور أسامة، السؤال هو بيأثر شيء إذا ضل صفايح أو سيخ بالرجل؟ مع العلم أنه الشخص اللي عم يستفسر عمل عملية برجله فيها 4 كسور وخلع بالمفصل. يعني حاطت صفيحة أو سفود أو سيخ. تمام. تمام. عم يسأل أنه في داعي أنه يقيمه ولا لا؟ تمام. الحقيقة مو شرط أنه يقيمه، مو كتير ضروري أنه يقيمه، ولكن نحن بنقيمه بشكل عام يعني حتى يكون الجواب موجه للشخص. تمام. اللي عم يسأل ولا أي حدا.
الأطفال اللي محطط لهم صفائح أو براغي لازم ينقاموا أكيد طبعاً بتعيق النمو بتعيق النمو طبعاً. اثنين إذا كان في ألم بالمنطقة يلي نحن حطينا فيها البراغي أو السفود أو المعدن بعد شفاء الكسر نحن بالأساس حطينا المعادن لتشفى الكسور لحتى نجيب حواف الكسور على بعضها لرد الكسر فإذا شفي الكسر وظل في ألم مزعج فنحن لازم نقيمه تمام في حالات بتصير الصفائح والمعادن هي بحد ذاتها مشكلة تكون هي سبب بالإنتان تكون هي سبب بإزعاج تحت الجلد بيكون العظم سطحي ما في عضلات تغطيه مثل الوجه الأمامي للساق فنحن نقيمه أكيد فإذا كان في إزعاج أو الطبيب بحكمته أنه في داعي نقام الحقيقة لازم نقام بس مو شرط تمام مو شرط كان في مشكلة سابقة هي مشكلة الرنين المغناطيسي انه لما نكون احنا مريض بغض النظر حاطط صفيحه وبدنا نطلب له رنين مغناطيسي هون مضاد استطباب ما فينا نصور حتى اذا كان لظهره طبعا طبعا فهلا حديثا صار في عنا صفائح خاصه عم نركبها ما بتاذي ما بتشوش طبعاً. صوره الرنين ورنين متطور لا يؤثر على المعادن الثمينه اللي نحن عم نحطها مثل البلاتين تمام وبالتالي صار الموضوع اسهل من قبل بكثير بمناسبه الرنين دكتوره نغم تفضل يعني نحن هلا صار في عنا تطور كثير كبير بالمجال التشخيصي صار في عنا شيء اسمه رنين وظيفي يعني احنا وقت نطلب للمريض رنين للعمود الفقري بيطلع عنا صوره رنين والمريض مسطح مزبوط. على طاوله الرنين مزبوط. نحن هلا طبعا هي كفكره وبلش تطبيقها ببعض انحاء العالم ولكن كفكره يفترض انه نحن نحكيها الرنين الوظيفي يعني بينعمل للمريض رنين بوضعيه الجلوس هو قاعد بالمكتب عم يجعه ظهره هو مسطح تمام. ما عم يجعه طيب انا عم بعمل له رنين هو مسطح مزبوط. الرنين الوظيفي هو شيء حديث جدا الجراحات اذا بدنا نحكي بالجراحات سالتيني ببدايه الحلقه طبعاً. عن اذا كان في شيء جديد بالنسبه لامور العمود الفقري الجراحه نحن كنا نعمل عمليات نفتح فتح كبير لنشوف العمود الفقري لنشوف الديسك حتى تمام. نعمل عمليه ديسك هلا لا هلا جرح صغير نفوت كاميرا صار اقل ردا يعني اقل ردا نفوت من جرح صغير نفوت ادوات بسيطه من خلال جرح بسيط جدا لحتى نصل للمنطقه المصابه نعالجها ونضل طالعين ونحن عم نشوف على المونيتور او على التلفزيون الشيء اللي عم نساوي تمام. حتى صار في عمليات من اقصى الشرق لاقصى الغرب يعني طبيب جراح بيقعد على الانترنت بتطور اجهزه خاصه بيعمل العمليه بيحرك القطعه العلويه من امريكا بولايه معينه بتتحرك النهايه البعيده بجرح داخل المريض بالمنطقه الدقيقه باقصى الغرب والطب يعني كل ما عم يتطور طبعا لخدمه الانسان بدي اتشكرك كثير دكتور اسامه مصطفى الترك اهلا وسهلا فيك بدوش شرفتنا اهلا وسهلا كبت المشاعر وحالة يومية منتعرض لها كلنا بالعمل وبالحياة ولكن كل نوع من هالمشاعر وكبتها بيأثر على عضلات الجسم وعلى ألمها كيف؟ حنخبركم بأوفردوس هل أنت شخص يكبت العواطف؟ إذا كنت كذلك فربما تتعامل مع توتر عضلي أكثر بكثير مما يجب عندما نكبت عواطفنا فإننا نخبئهم داخل أجسامنا وهذا أكثر خطورة مما يدركه معظم الناس فنحن بهذه الطريقة نمنع الطاقة عن أجسامنا ونتركها للمعاناة توتر كل عضلة وتشنجها يرسل لنا رسالة بمشاعر معينة دفينة داخلنا إذا كنت تعاني من ألم في كتفيك أو ظهرك أو حتى رقبتك فأنت بحاجة إلى التركيز فيما سنقوله الآن هل تتمسك بحزن ماض حطم قلبك وترفض التخلص من تلك المشاعر؟ إذن ستعاني من توتر خلفي علوي ننتقل إلى الكتف الذي غالباً ما يرتبط بالمسؤوليات ولسبب وجيه كلما زاد الحمل الذي تضيفه دون الاعتراف بحاجتك إلى المساعدة كلما زاد ألم الكتف سوءاً يجب أن تكون قادراً على طلب المساعدة عندما تحتاج إليها المنطقة الثالثة هي أسفل الظهر حيث ينمو عدم الأمان لدينا هل كان الناس يسخرون منك؟ هذه أشياء نواجهها جميعاً يجب ألا تتجاهلها بل تعمل من خلالها تقبل نفسك وسيبدأ كل شيء بالتحسن أما حين نرفض معالجة شيء مهم ونتعامل وكأنه لم يحدث أصلاً فسنصاب بتشنج المعدة وحين تؤلمك رقبتك فأنت في الأساس ترفض التعامل مع التوتر اليومي تراكمه ولا تطلقه وتتخلص منه يومياً وعندما تخاف
فسيؤلمك رأسك ويتشنج. سننتقل إلى المعصم، أحد أكثر الآلام شيوعاً. نحن هنا نتعامل مع التوتر الذي يأتي من الغضب. أما عندما تتألم من الناحية الخارجية للفخذ، فهذا المكان من الجسم الذي يخبرك بأن الماضي الذي عانيت منه من الخيانة يطاردك ولا تستطيع التغلب عليه. وإذا كانت الناحية الداخلية للفخذ هي التي تؤلمك، فأنت تعاني من الإحباط، وهو ما يصارعه الكثير من الناس، وهو من أسهل أنواع التوتر بالعلاج. لا بأس في أن تكون ضعيفاً في بعض الأحيان. توقف عن الخوف من الإحساس والشعور، وابدأ بالتعبير عن مشاعرك حتى لا تؤذي جسمك. وصلنا لجزء العمليات. جسم الإنسان مرتبط ببعضه البعض ومتشابك بطريقة بيعجز الإنسان عن وصفها، ومن بين العظام والأعصاب وببعض العمليات بيدخل الطبيب الجراح العظمية مع الدكتور أو الجراح العصبية ليتم العمل الجراحي على أكمل وجه. عمليتنا اليوم دقيقة، عملية تحرير عصب من اليد. شو تفاصيله وشو هي الأسباب اللي خلت المريضة تقوم فيها؟ حنعرف بعد ثواني مع دكتور كنعان سنان. تابعوا معنا. مساء الخير، كيفك دكتورة نغام؟ اليوم نحن بالعيادة الجراحة العظمية عندنا تصوير لعمل جراحي اللي هو تحرير العصب، معروف بالمنطق العلمي انه هو تحرير لنفق الرسغ، بينما بيعرفوه العوام بتحرير عصب الايد. طبعا هي مشكلة شائعة جدا، وخاصة لدى السيدات بيصير عندنا خدران وتنميل، خاصة بالأصابع الإبهام والسبابة والوسطى ونصف الرابع. يحدث هي الآلام عادة عند السيدات فوق سن 45، وهذا الشيء نتيجة طبعا أعمال المنزل. طبعا اليوم بحب أوجه تحية للسيدات، اليوم ننصفهم شوي، عندنا مشكلة إنه هن اليوم عم يدفعوا ثمن العمل الجراحي نتيجة أعمال المنزل اللي بتصير من عصر المماسح والليمون والأغراض. طيب شو بدنا نساوي؟ بدنا نحرر اليوم العصب. طبعا هو عمل جراحي حل نهائي. عادة ما نلجأ للعلاجات متعددة بهي المشكلة، لكن عادة ما تنتهي الأمور بالجراحة. طبعا مثل ما شايفين حضرتكم العملية بسيطة، هي مانا ضخمة. تخدير موضعي تحدث عادة بالعيادة، تخدير موضعي بسيط، ما بيشعر المريض بالألم، وبتزول الأعراض بشكل كامل عند تحرير العصب 100%. رح نبلش، رح أرجيكم شو حنساوي بالتفصيل. حنكون شوي بطيئين بالعمل لحتى نشوف هاي الخطوات بشكل دقيقة حتى ناخد نتيجة كاملة إن شاء الله. نحن هلأ بمرحلة التخدير، مشان التخدير الموضعي نلبس الكفوف العقيمة. طبعا هي منطقة عقيمة، لازم ما نكشف العصب، وبالتالي لازم ما يكون في لا سمح الله انتانات. نكشف بشكل كامل، نستخدم الشانات العقيمة اللي بتمنع لا سمح الله انتقال الجراثيم. مدام لو سمحتي بس تفوت ايدك بالفتحة. ايوة تمام، استرخي. ايوة هيك كويس تمام. شاش العقيم، عملية بسيطة هي. ما بعرف ليش نحن كسيدات، مو نحن يعني السيدات بشكل عام، ليش بيصير عندهم مشكلة من الخوف من هاي العملية، بس يسمو لي مع انها حل نهائي، يعني وجع ساعة ولا كل ساعة. والأهم من هيك انه الحمد لله حتى هالساعة اللي احنا نوجعها ما رح ننوجع. نحن منتقل عيار التخدير الموضعي، وبالتالي يزول الألم بشكل كامل وبتحرر العصب 100%. طبعا التخدير بيتم بالإبر ناعمة مشان ما يشعر فيها المريض. تماما مدام، شكة صغيرة وما عاد بنحس بشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بس خالصين، برافو. طبعا التخدير الموضعي هتحس يلا إنه في مادة عم تنحقن شوي صغيرة، هذا أصعب جزء بالعملية. انتهى تقريبا الوضع المؤلم للسيدة بالتخدير. نحن هلأ منحاول نشق طبعا بملامح تشريحية واضحة، يعني الأمر مو اعتباطي، في أماكن نحن لازم نشق فيها، أماكن ما لازم نشق فيها. هلأ هيك في ألم مدام، في ألم هيك، برافو. هلأ احنا هيك، هذا أكتر، هذا جرح بيكون جرح صغير عادة، نحن ما منخليه يكون كبير مشان
ما تترك ندبة كتير كبيرة، عملية بسيطة خلال دقائق عادة ناخد نتيجة كاملة. تمام، هلأ نحن كشفنا تقريبا الجرح وعمقناه بشكل كامل. واضح هلأ نحن النفق اللي بمر فيه العصب، واضح بشكل كامل النفق اللي بمر فيه العصب اللي هو السبب الأساسي للألم اللي ممكن يشعر فيه تشعر فيه السيدة. كمية النزف تكاد يعني تكون معدومة. شوية العمل شوية هيك بده شوية أناقة لحتى ناخذ نتيجة كاملة. لما ما نتبع الشروط الجراحية بشكل كامل يعني للأسف يحدث تحرير جزئي، ما هو تحرير كامل. هذا التحرير الجزئي بيسبب للأسف نكس للحالة بعد فترة، بينما التحرير الكامل إن شاء الله ما عاد بيعطي نتيجة كاملة للسيدة من دون أي أعراض. اليوم بتنام بالليل وهي مرتاحة من دون أي ألم يذكر. أما التحرير الجزئي منشوف بعد أشهر والله نكست الحالة، نكست للأسف نتيجة الخطأ بالعمل الجراحي وليست العملية نفسها. يعني هلأ العصب صار حر تقريبا، فينا نقول للمدام الحمد لله على السلامة. مثل ما شفتوا أمر بسيط جدا، منحاول ننظف. مثل ما ملاحظين احنا ما عندنا نزف حاليا، العصب بوضعه السليم تماما. نحن حررنا الجزء القريب او الجزء القريب من المفصل، بقى الجزء القريب من الاصابع انتهى بشكل كامل. انتهينا من الامر بشكل كامل، هلا ننتقل لمرحلة الخياطة. بتمنى ما تكون الامور مزعجة، بتمنى نكون احنا وصلنا الرسالة اللي احنا بدنا اياها. وبالاخير يعطيكم العافية وما نكون غلاظ عليكم، سعد مساكم. مساء الخير عن جديد. الجلوس وطريقته بتأثر مباشرة على صحة العظام والعمود الفقري، وكثير من الأوقات منلاحظ أنه الأطفال بيقعدوا بطريقة W، وهي الجلسة خطيرة جدا. ليش يا ترى؟ لأنها بتسبب اعوجاج الساقين نحو الداخل وإضعاف المفاصل ومنطقة الركبة والفخذ، وبتأثر على النمو السليم للجذع. ممكن تسبب ألم بالظهر عند التقدم بالسن. عديات الجلوس بتتعدد وبتتنوع، والجلسة الأكثر صحة أو الصحية والشائع استخدامها هي الجلوس بالشكل المستقيم، ولكنها خطيرة. هنعرف تفاصيل أكثر، تابعوا معنا. وضعية الجلوس المستقيمة من الوضعيات التي نعلم أنها صحية، ولكن أظهرت دراسة حديثة أجريت مؤخراً في بريطانيا وجود علاقة وثيقة بين وضعيات الجلوس على الأرائك ومشاكل آلام الظهر، ومنها الوضعية المستقيمة التي قد تكون الأفضل للجلوس، حيث يكون الظهر مستقيماً ومدعوماً بشكل جيد بالأريكة، وتكون الساقان في زاوية مستقيمة. لكن البقاء على هذه الوضعية لفترة طويلة قد يتسبب بالتعب والألم، فيجب الوقوف والتحرك كل نصف ساعة حتى لا يتضرر الظهر. وضعية الجلوس بتأثر على صحة العمود الفقري وبتسبب العديد من الآلام والمشاكل، ذكرناها ببداية حلقتنا مع الدكتور أسامة الترك. طب كيف ممكن نخفف من أعراض أو تأثيرات الجلسات الخاطئة اليومية يلي بنمارسها بعملنا وببيتنا؟ وكمان كيف ممكن نخفف من أوجاع الظهر المؤلمة بسبب هالجلسات الطويلة، أو حتى بسبب الإرهاق والوقفة الطويلة أو الوزن الزائد؟ تابعوا معنا بعض التمرينات البسيطة يلي ممكن تعملوها بالبيت كل يوم. آلام الظهر مشكلة شائعة جداً تفرض على أناس كثر التعايش معها. ممارسة الرياضة هي أفضل طريقة لتخفيفها. استعدوا لتأدية 7 تمارين لتخفيف آلام الظهر. التمرين الأول، تمديد وتر الركبة، ضروري جداً لتأثير الركبة المشدودة على أسفل الظهر. لنبدأ، الاستلقاء على الظهر، طي إحدى الساقين،
الإمساك بركبة الساق الأخرى وسحبها للأعلى مع مدها قدر الإمكان. مدة التمرين 20 ثانية لكل ساق. التمرين الثاني: تمديد الساق والركبة المزدوج إلى الصدر. العناية بالعضلات أمر مهم لحمايتها من التهاب مفاصل الحبل الشوكي، وهذا التمرين يضمن صحة تمديدات الدم في الجسم. لنبدأ: الاستلقاء على الظهر وثني كلا الساقين، وضع الذراعين خلف الركبتين، سحب الساقين لتصبح قريبة من الصدر. يمكنكم ثني ساق واحدة وثني الأخرى تجاه الصدر. مدة التمرين 20 ثانية لكل ساق. التمرين الثالث: تمديد الركبة إلى الصدر. له تأثير على الجسم، ولكن يستخدم وزن جزئيا لإرخاء عضلات الفخذ. لنبدأ: الاستلقاء على الظهر، ثني إحدى الساقين، إمساكها بالذراع وسحبها باتجاه الصدر. إذا وجدت صعوبة بالساق المستقيمة يمكن ثنيها. مدة التمرين 40 ثانية. التمرين الرابع: تمديد العضلة القطنية، أكبر عضلة في عضلات الفخذ المثنية، تنسق حركة الفخذ والجذع مثل ركوب الدراجة. لنبدأ: الوقوف بشكل مستقيم، تحريك إحدى الساقين إلى الأمام وثني الركبة مع الحفاظ على الساق الأخرى إلى الخلف، بقاء الجزء العلوي مستقيماً لبضع ثوان وخفض إحدى الركبتين لتصبح قريبة من الأرض. حاول التنفس بهدوء ثم الثبات على وضعية دقيقة واحدة. التمرين الخامس: تمديد العمود الفقري. يساعد على تحريك عضلات العمود الفقري إذا كنت تجلس وتقف بوضعية سيئة. لنبدأ: الاستلقاء على الظهر ومد الذراعين عمودياً، ارفع إحدى ساقيك بسحبها نحو الساق الأخرى، وأدر رأسك ببطء عكس حركة الساق، خذ النفس وأخرجه، استرخي، اشعر بجسمك. مدة التمرين دقيقة لكل ساق. التمرين السادس: تمديد العضلة رباعية الرؤوس. يزيد الحيوية والطاقة ونشاط الدورة الدموية في منطقة الوركين والظهر. لنبدأ: الوقوف على إحدى الساقين، الإمساك بالساق الأخرى بإحدى الذراعين أو استخدام كليهما. مدة التمرين دقيقة واحدة. التمرين السابع: الكلب المنحى على الجدار أو الكرسي، مأخوذ من اليوغا، فهو يخفف الإجهاد عن الركبة، الفخذين والظهر. كلما انخفض رأسك زاد شد عضلات الظهر والفخذين. لنبدأ: وجود غرض مساعد كالكرسي، الوقوف بشكل مستقيم، وضع الذراعين على الكرسي مع المحافظة على المسافة الكافية، ثني الجزء العلوي بين الذراعين والتأكد أن الرأس ينزل بينهما مع المحافظة على الجزء السفلي مستقيما. مدة التمرين دقيقة واحدة. معظم عمليات تنظير مفصل الركبة من أجل معالجة تآكل الغضروف المفصلي الناجم عن التهاب المفاصل المزمن وبشكل أساسي عن مرض الفصال العظمي، وفي أسباب تانية ممكن تستدعي الحالة فيها للقيام بعملية تنظير مفصل الركبة هي لعلاج الجروح في الأنسجة، في الأربطة، في الغضاريف أو بالعظم في منطقة المفصل وغيرها. تفاصيل أكثر عن عملية تنظير مفصل الركبة تابعوا معنا مع دكتور جهاد داغستاني. أنا دكتور جهاد داغستاني، مشفى الأسد الجامعي. إحنا عنا مريضة في عندها تمزق غضروف هيالي أنسي، نعمل لها عملية تنظير مفصل الركبة. هلا إحنا بنعرف إنه مفصل الركبة متألف من في عنا في شيء اسمه في عظم الفخذ وعظم الساق زنبوب وشظية، وفي عنا في غضاريف وأربطة. فالمريضة هي بتعاني من ألم في القسم الأنسي مفصل الركبة، وعندها في شك إنه تمزق غضروف هيالي أنسي. هنعمل عملية تنظير مفصل الركبة. التنظير هي عملية جدا لطيفة بسيطة، عبارة عن ثقبين صغار مفوت منظار جوات الركبة، ونفحص الركبة بشكل عام، نشوف السطوح المفصلية
وتكون متأكدين إنه في غضروف متمزق منشذب غضروف. في حالات خاصة نعمل خياطة للغضروف إذا كان في غضروف عندنا في تمزق جزئي فيه قسم المروة بنسميه، ونفحص الأربطة الرباط الأمامية للركبة. طبعا العملية بسيطة وحنبلش هلا إن شاء الله. فينا نبلش بسم الله؟ تخدير فينا نبلش بسم الله؟ هلا احنا مدخلنا بندخل بالركبة في مدخل أنسي ومدخل وحشي. مدخل ثقب صغير مفوت بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي التنظيف هو تداخل جدا لطيف على مفصل الركبة. هلا احنا جوات المفصل. اوكي بشيء حبيبي. نحن هلا تماما نحن هلا بالمنظار فتنا جوات مفصل الركبة. نحن هذا الجيب عنا جيب تحت الضاغصة. طبعا نحن لازم اول شيء قبل ما نسوي التنظيف لازم نفحص الركبة بشكل عام. بحالات الامراض الرسوية بيكون عنا الغشاء هذا متسمي كثير ومضطر ناخذ خزعة منه. اذا انتبهنا في عنا جروحة هون. اوكي في تقرحات سطح اللقمة الأنسية من الفخذ، في تقرحات على سطح المفصلي. شايفين معنا دكتورة؟ هاي في قرحة القسم الأنسي من الفخذ. طبعا طبق الزنبوب بيكون هو بالعادة بيكون ألمع من هيك طبق الزنبوب. هاي الغضروف اللي الأنسي القرن المتوسط، هذا الخلفي الغضروف. احنا طبعا أول عملية لازم نعمل شيك بشكل عام. احنا هون عنا الرباط المصالب أمامي، الرباط الحمد لله سليم، تربيته جيدة، حزم تبعه. هلا صرنا بالحجرة الوحشية لمفصل الركبة، هاي القسم الوحشي من الركبة، القسم الوحشي سليم الحمد لله. هذا الرباط الكوبليتوس هاد. الطبق شوي بالصراحة هي قديش عمرك دكتورة؟ 48 سنة، هي عمر المريضة 48 سنة، في عندنا تغيير تبدلات تنكسية على سطح المفصلي باللقمة القسم الطبق الوحشي من الغضروف الهلالي. الطبق الوحشي من مفصل الركبة اليسار. هاي اللقمة الوحشية من كمان في تبدلات نفسية. هلا بنشوف بس نحن بنشوف سطح المفصل هون مسار الضاغس الفخذي. هاي اللقمة الأنسية وفي عندنا قرحة فيها وفي طبق الغضروف. هلا ما بنقيم الغضروف لو شاكين انه تمزق فيه، بس ما بنقيمه الا اذا كنا متأكدين انه الغضروف متمزق. ادواتنا طبعا العدسة هي بتكبر 70 درجة تكبر في زاويه 70. هلا هي اللقمه احنا هي القرحه مشكلتنا هون عند المريضه. هاي هون في عندنا تقرحات السطح المفصلي. الغضروف احنا لازم نشوفه ونتاكد انه في شيء لا سمح الله او لا. اوكي بس هون الغضروف عندك الحمد لله سليم يا اختي، في نشفان في دكتوره. هلا الغضروف سليم الحمد لله. شايفه احنا الغضروف سليم وفي تنكس فيه بس ما في تمزق فيه دكتوره. احنا مشكلتنا دكتوره في عندنا شايفه هذا المنظر في تليوم سطح المفصلي في وفي طبق الزنبوب تنكس بالسطح المفصلي. احنا ما عندنا تمزق، يعني هي ميزه التنظيف. احنا لازم نكون متاكدين انه في تمزق غضروف او شيء، بس في عندنا شوي تقرحات هون حنشذبهم شوي التقرحات هي. احنا هون ادواتنا جدا ناعمه دكتور. احنا بنشذب هاي القرحه صراحه بهيك حالات في طريقه اسمها موزاييك، بناخذ خلايا غضروفيه من قسم غير حامل الوزن مزرعة بالمحل اللي فيه تقرحات، او بناخذ خلايا من نفس الغضروف الركبه وبنبعثهم للمخبر بكسرون لنا اياهم وبنزرعهم كمان بعد 3 اشهر. يعني بنعمل مثل اذا عندنا تقرحات هناك كوريت شوي صغيره بقى. احنا بنحاول نشذب شوي عشان ما يزيد تقرحات اللي عندنا. التنظير هو تداخل لطيف جدا طبعا، بس نحن المشكله اللي عندنا صار انه في قرحه باللقمه الانسيه بالمفصل الركبه اليسار. احنا خالصين، هي عمليتنا. اذا انتبهنا ثقبين صغار. التنظير هو
عملية بيمشي مريض نفس اليوم وفينا نحل أي مشكلة بنفس الركبتين، هي تشخيص وعلاج نفس الوقت. هلا المريضة بصراحة على صوت المرنان كان في كاتبين بالتقرير وعلى الصورة كان في شاكين إنه تمزق غضروف فيها أنسي، عشان إحنا عملنا تنظير. إحنا بالتنظير تأكدنا إن الغضروف ما في تمزق فيه، بس طلع في قرحة، القرحة هي عاطي انطباع إنه في تمزق غضروف فيها أنسي. وصلنا لفقرة صح وخطأ لهذا الأسبوع. معروف أنه السكر هو السبب الرئيسي لتسوس الأسنان، وهيك كانوا يقولون أهالينا وقت كنا صغار، بس يا ترى هل السكر هو السبب الوحيد للتسوس؟ بس السكر بيسبب تسوس الأسنان ولا ممكن يكون في شيء تاني؟ السكر أكتر شيء. ليش برأيك؟ لأنه هو سبحان الله بيعمل ترسبات على أسنان الأطفال، يعني كل شيء علاقة بالحلويات أكيد بسبب نخل الأسنان، أو أوقات ضعف هنا بيكون فيهم ضعف الأسنان كمان، هذا الشيء بيساعد. يعني السكر فقط بسبب كتير شغلات بسبب. مثل شو؟ يعني الحليب مثلا. طيب السكر برأيك وين متواجد؟ السكر وين متواجد؟ متواجد بالفواكه، متواجد بال النشويات. ما أصل كلس يعمل تسوس، كل الأكلات اللي فيها سكاكر بتسبب تسوس الأسنان. يعني بس السكر والمشروبات، بجوز في أطعمة تانية بس ما عندنا علم فيها. في كتير أكل ممكن يسبب هذا الشيء، أحماض معينة بس، يعني بس شو هي بالضبط ما نذكرها بصراحة. بقايا الطعام. الأحماض اللي بتنتجها البكتيريا داخل الحفرة الفموية بتشكل السبب الرئيسي للتسوس، وبتتغذى على الكربوهيدرات، والسكر هو واحد من مصادره، ولكن الرز والبطاطا والخبز والخضار والفواكه وغيرها بيحتوي على الكربوهيدرات أيضا. فهالشي بيعني أنه مو بس السكر هو سبب التسوس، والحل هو أكيد بالانتظام بتفريش الأسنان، وحتى تفريش ما بين الأسنان أو استخدام الخيط السني. وهيك حنحط السكر بالبوكس الخطأ، لأنه مو هو الشيء الوحيد يلي بيسبب النخر. وهلأ صار وقت لنستقبل ضيفتنا دكتورة سلوى يوسف بري، الاختصاصية بتقويم الأسنان والفكين. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك سلوى. دكتورة يا كيفك؟ منيحة الحمد لله. بيدوز دكتورة، اليوم حابين نحكي شوي عن ضمور الفك، هي المشكلة اللي كثير من الأشخاص ممكن يعانوا منها، سواء كان بالفك العلوي أو بالفك السفلي. خلينا نعرف شو يعني ضمور بعظم الفك. هلا أول شيء نحن بطريقة بسيطة فينا نقول إنه ضمور الفك هو صغر بحجمه، إن كان بطوله بالقصر، يعني نحن كأطباء أسنان بنقول بالمستوى السهمي، أو إن كان بالمستوى العرضي لما بيكون عندي تضيق بالفك. تمام. طب شو أسباب هالشي؟ ليش بتصير في أشخاص عندها تضيق بعظم الفك أو عندها ضمور بالفك؟ هلا تضيق الفك له عدة أسباب، ممكن يكون ولادية أو بسبب ردود، أو ممكن مثلا لما بيصير عندي أنا شقوق الشفة وقبة الحنك بيصير عندي ضمور بالفك العلوي، أو مثلا ممكن نقص فيتامين د ممكن يؤدي عندي كمان لضمور الفك. بعض العادات السيئة ممكن المرضى أو الأطفال يمارسوها بزغرتون ممكن تؤدي عندي كمان لضمور الفك، مثل مس الإصبع أو أي شيء تاني. أو مثلا في كتير أطفال بيحطوا إيدهم هيك على دقنهم كتير بكل بوقت مستمر، فهذا الشيء كمان بيؤدي عندي لضمور بالفك. طيب دكتورة، كيف بتظهر هاي المشكلة عند الأشخاص اللي عندهم ضمور بالفك؟ يعني شو بتتظاهر عليهم؟ كيف بحسوا إنه في دفو أو مشكلة بوشهم؟ هلا أول شيء بنلاحظ عليهم نحن ما في عندهم يعني عدم تناسق بعظام الوجه كله، ما عندنا بيكون إطباق غير سليم، نطق الأحرف غير صحيح كمان، فهي من أهم الأعراض اللي بتبين عندي. هي غالبا بتتظاهر حتى بانه في مشكله بوشه، يعني هو غالبا بيجوا لعندكم بالمشكله الجماليه غالبا الصبايا، حتى انه في شيء دفوا بالوش ما عندهم عارفين شو السبب وحتى كيف بدنا نصلحه، سواء كان بالفك العلوي او بالفك السفلي. بس هي غالبا وين بتظهر اكثر؟ هلا هي فك علوي ولا فك سفلي؟ هي بتظهر بالفك السفلي اكثر من العلوي. تمام. بس عاده ما يعني المشكله ما بتستنى للواحد انه يصير صبيه او شاب كبير. تمام. يعني بعمر الست سنين بتظهر عندي هي المشكله. تمام. بالعمر الست سنين هلا هي حتى لو كانت ولاده ما بتبين، ليبلش الطفل عمره 6 سنين 7 سنين تبلش تظهر هي الاعراض عليه. طيب شو مضاعفات هالشيء اذا تركناها وما عالجناها؟ يعني اذا حضرتك حكيت انه ببلش بكير معناتها لازم يصير التداخل بعمر صغير، كيف اذا ما صار في تداخل شو ممكن يصير عندنا مضاعفات او انعكاسات سلبيه على صحه المركب الفكي كله اذا بدنا نقول؟ هلا اول شيء حيصير عندي انه انا الاطباق الاسنان غير سليم، يعني المريض ما رح يقدر ياكل منيح، ما رح يقدر يحكي منيح، فعاليه المضغ عنده حتى تماما، حتى حركات المفصل ككل
يعني حيأثر عندي هذا الموضوع. والشغلة الثالثة اللي كتير مهمة إنه حيصير عندي تأثير نفسي سلبي على المريض طبعا، يعني بالمجتمع هذا الشيء بيؤدي كتير أمور سلبية عليه، خاصة إذا طفل عم يروح على المدرسة بيشوف حاله غير رفقاته وبصير بيسأل إنه هو عم يعيبوا عليه مثلا، بتعرفي هلا كتير صار في قصص بالمدارس طبعا، يعني الحمد لله بقى هذا الموضوع ممكن يأثر على نفسيته. كيف بتعالجوا هذا الموضوع؟ قديش مدة العلاج ممكن تطول؟ وشو الأجهزة اللي بتعتمدوا عليها لتحلوا هاي المشكلة؟ هلا عادة بعمر صغير يعني نحن بالست سبع سنين ممكن نتدخل على هذا الموضوع بأجهزة تقويمية وظيفية. تمام. هي أجهزة متحركة بتاخذ من 6 إلى 8 شهور ممكن للسنة. بكل جهاز ممكن نحن نحطه للمريض. ما داخلنا بعمر صغير حتى تتطور المشكله وتتفاقم معي لحتى نحن نحتاج انه بندخل عليها جراحيا. ممكن يصير في مشاركه بين العمل التقويمي مع جراح ثاني مثلا؟ اذا اي طبعا طبعا، خاصه اذا ما داخلنا عليها بعمر مبكر. بالعمر الصغير ممكن يضطر هذا الشيء. طب وقديش ممكن تطول الفتره اذا اضطرنا لعمل جراحي تقويمي؟ مده العلاج طبعا مو اقل من سنه ونص مع الجراحه. مع الجراحة. طب شو الأجهزة اللي بتعتمدوا عليها دكتورة سلوى؟ يعني متحرك ولا ثابت؟ هلا غالبا أهالي بيقولوا لك بدنا متحرك، ما بدنا ثابت، الولد ما بيتحمل من هالأشياء وما بيعرفوا إنه يعني مشكلة الجهاز المتحرك هو عدم التزام المريض اللي هي بتسبب فشل بأغلب الحالات. المشكلة ما فينا نحن نقول إنه الجهاز المتحرك عم يسبب فشل بالحالات، لا هو عدم الالتزام فيه. عدم الالتزام فيه لأنه هن بالنهاية نحن عم نحطهم لأطفال طبعا، فصعب التواصل معهم طبعا. يعني عرفتي أما هو بالعكس كثير له استطبابات الجهاز المتحرك، وأهمها بدون أمور الفك طبعاً. يعني الأجهزة الوظيفية إنها تقرب تقرب الفك السفلي أو تحرض عن النمو، هذا الشيء ما بقدر نحصل عليه بالأجهزة الثابتة. يعني غالبا ببداية كل الحالات ممكن تعتمدوا على الأجهزة المتحركة طبعا. بعمر بالأطفال نحن قبل ما يمزغوا كل الأسنان ما بنقدر نستخدم الأجهزة الثابتة. وبعدين بعد أي عمر ممكن نلجأ للثابت؟ لما بيبزغوا كل الاسنان، يعني دائما فوق ال 12 13 سنه، فوق ال 12 13 سنه بنصير نحن فينا نحط تقويم ثابت للمريض. تمام. ممكن هاي الحاله تترافق مع حالات او اسواء اطباق اخرى، يعني ما يكون بس المريض عنده مشكله بدم الفك او تضيق بالفك، وممكن عم يكون عنده مشكله بارتصاف الاسنان وكمان نجي نحل هذا الموضوع، وبالتالي ممكن تطول فتره العلاج او لا؟ لا طبعا اكيد. هلا نحن لما بكون عندي مثلا مثل سقوط مبكر للاسنان، هذا الشيء بيؤدي عندي كمان لحتى يصير عندي ضمور بالفك، او مثلا حتى لما انا بيكون مريض كبير وما عنده يعني صار عنده قلع بالاسنان وما عوض بداله كمان بيصير عندي ضمور بالفك. تمام. طيب دكتورة سلوى، بدنا نحكي شوي عن موضوع الاعتناء بالجهاز التقويمي. هلا غالبا المرضى يعني اول ما يجوا لعندكم اول ما تركبوا لهم تقويم تعطوهم هيك جمله من النصائح كيف بدهم يهتموا بالصحه الفمويه، لانه كمان انه صحه فمويه متدنية مع جهاز تقويمي تقريبا فشل بالحاله. أكيد. كيف ممكن يهتموا بصحتهم الفمويه بصحه الجهاز سواء كان متحرك، وكيف يهم ينظفوا يفرشوا اسنانهم على طول يعني كرمال مو تخلص الحاله التقويميه ونحن نرجع ببلاوي ثانيه نخور ومشاكل باللثه؟ كيف فينا قد ما فينا نخرج بدون هلا تأثيرات سلبية؟ يعني نحن إن كان الجهاز هلا أكيد الجهاز المتحرك تنظيفه أسهل، إنه المريض بيقوم بنزعه بنطفه بفرشاية أسنان ومثل كأنه عم بفرش أسنانه عادي. تمام. يعني نحن المشاكل بنواجهها أكثر بالتقويم لما بيكون ثابت. لأنه هو يعني حق معه المريض يعني تنظيفه صعب. بس نحن إذا نظفنا التقويم بعد كل وجبة بفرشاية أسنان العادية والفرشاية بين السنية أو الفرشاية الخاصة بالتقويم. تمام. يعني نحن بنحاول نحد قد ما بنقدر من المشاكل اللي ممكن تصير معنا بسبب التقويم. تمام. في حال صار في التهابات لسه اثناء المعالجه التقويميه كيف بيتم حلها؟ هلا عاده اذا مشاكل بسيطه ممكن نحن مضامد فمويه بيمشي الحال، بس اذا كان مشاكل كبيره بنوقف شوي العلاج لفتره ممكن معينه. ممكن تلجأوا لتفكوا الجهاز التقويمي وترجعوا مره ثانيه؟ يعني ما بنفكه، بس اذا كان الحاصرات محطوطين على الاسنان ما بنفكها بنتركها. تمام. بس بنفك كل شيء، الاسلاك المطاط بنخلي لسه المريض ترتاح وبنعالجها بالادويه وبعدين بنكمل العلاج. تمام. غالبا قديش ممكن اذا بدنا نقول يستفيد المريض من اي جهاز تقويمي وضعه، وشو هي الشروط اللازمه لهذا الشيء؟ هلا انا عندي اول شيء دائما نحن بننبه على المرضى هو الالتزام بالمواعيد. يعني نحن يعني نحن كل 3 أسابيع للشهر عندنا لازم المريض يراجعنا. هذا من اهم الشغلات. الشغله الثانيه الالتزام بتوجيهاتنا بعد ما يشيل المريض التقويم. تمام. ان كان بجهاز التثبيت حتى يعني بمراجعاتنا كل شهرين ثلاثه، فهي من اهم الشغلات اللي ممكن نحن نقلها للمريض. وبالتالي يعني هو انتم بتضمنوا اذا التزم بالمواعيد والتزم بالعنايه بالصحه الفمويه تقريبا قديش من 100 الواحد لازم يستفيد؟
مفروض يستفع 100%. ان شاء الله. ان شاء الله. بدي اتشكرك كثير دكتوره سلوى يوسف، بري شرفتينا بدوز، واهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. اهلا وسهلا مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا. اي حدا فاته متابعه الحلقه بقدر يشوفه على صفحتنا الخاصه على الفيسبوك دوز. نحن ان شاء الله بنلاقيكم الجمعه الجايه الساعه 7 المساء. تبوا بالف خير. باي باي.